طاولة وخراد مختبر مفيد صاروا جاهزين ونحن ناطرين نانسي اسكندر. شوفي ما في جود وانتو جود يو نانسي شو رح نعمل ليلى؟ اليوم في كتير اشياء بنستهلكها بالبيت، حبيت فرجي كيف فينا نوفر مصاري تما نشتريها بطريقه مختبر مفيد. في غلا اليوم، في غلا اليوم عن جد، وفي اشياء كتير مستهلكه، يعني اذا كل مره بدكم تشتروها كتير بادجت بيعلى. بشو رح نبلش نانسي؟ رح نبلش بالبطاريات. اها كتير اوقات بالبيت بننقطع من البطاريات الصغيرة وعادة بننسى نجيبهم وكمان حقهم كتير غالي. طريقة كتير مهضومة تتوفروا فيها حق البطاريات، في بطاريات اسمه A23. نعم. هيدول البطاريات إذا بتجيبوا البنسة وبتنفتح البطارية بس هولي ما فيهم ميركوري يعني ما بيخوفوا. لا هيدول ما بيخوفوا، هيدول بيعملوهم للكاميرايات ما بيعملوهم. نعم. هين تلاقيهم ولا هين تلاقي الصغيرة؟ لا هين تلاقيهم موجودين وين ما كان، لأنه هو اللي بيستعملوا كتير للكاميرايات. أوكي. بس تفتحها بتلاقي فيها 8 بطاريات صغار. أوف. 8 يعني هي حقها 2000 ليرة والبطاريات الصغار عادة يمكن الوحدة حقها 1000. دايما 8 يعني مش انه اوقات من دقيقة اقل، مش انه سيربريز القصة اذا بدك. لا يا حني يعني من بطارية واحدة صغيرة كل الماركات ننسي فيه انه هولي ولا ماركات اذا معينة. A23 بتكون فيها بطاريات صغيرة. وهالبطارية بتكون قد الفولتاج تبعها؟ بتخيل البطاريات الصغار يمكن هي قديش اصلا؟ يعني شوف 1.5 1.5 هي 12 فولت يعني 1.5 مزبوط. فاذا على طريقه مختبر مفيد وفرنا بالبطاريات. شغله ثانيه، نعم، كثير بنستعمل وخاصه الامات واللي بيكون عندهم اولاد او حتى اللي مهووسين نظافه كثير بيستعملوا الويت وايبس. والويت وايبس بادجت بحد ذاته. بقى اليوم رح اعلمكم على طريقه مختبر مفيد كيف تعملوا ويت وايبس بالبيت. بتجيبوا وعادة بيبقى كتير مخلوط فيهم مواد كيميائية وهيك. نعم. So طريقة كتير سهلة ومفيدة. بتجيبوا الكلينكسات يلي هن الهاند تاولز يلي بيجوا هيك بباك، مش الكلينكس. نعم. العادي لأنه بيجوا أسمك شوي من الكلينكس. أوكي. العادي بتحطون بالتابر وير. رح نصغر هون. بتجيبوا كبيتين ماي. أوف. كبيتين ماي. هلا بتشو بتفكر انه بيتشوى بس انت رح تحط كل الباك. كبيتين مي وحيلا حيلا شامبوان للولاد موجود بالبيت. ليه شامبوان للولاد؟ بدل بيير نقزين مني انا ما حبيت يجي عوجي. شامبوان للولاد شو ما كانت ماركته يلي انتم عاده بتستعملوه لانه بيكون عاده ما بيعمل حساسيه. نعم. بكل كبيتين بتحطوا ملعقتين شامبوان. ما بتخلطوا كثير لما يعملوا رغوه. مزبوط. برافو بيير. ايه عم يتعلم على ايه خلص بعد سنتين. بيرجع بعدين بتجيبوا حيلا نوع زيوت. عادة كلنا بالبيت عنا زيت زيتون او فيكم تجيبوا البيبي اويل العادي. زيت الزيتون كتير منيح ومن احسن الزيوت بس العالم شوي بتضايق من ريحته. مزبوط. مشان هيك بيعطي ريحة حلوة. بيعطي ريحة سلد. بتصير اذا مسحته بالويت وايب ريحتكم سلد. بس مجرد قلنا كبيتين مي وملقتين شامبو وملقتين زيت وبتغسلوا ايديكم وبتحط اذا بدك بترجعوا بتحطوا الكلينكس اذا بدكم تبرمون وبتتركوهم لمده نص ساعه تيمتصوا المي الموجوده. بعد نص ساعه بيصغر التابروير. بيصغر التابروير وبيطلع لك ويت وايب. شو حلوين. هن زيتون. ايه ايه ولا عم شيل ال برافو نانسي. هيدا حلو. هيدا حلو على فكره. هيدي علبه الكلينكس حقها 1500 ليره. نعم. يعني عملنا كل هيدول ب 1500 ليره. واو.
قد ايه بيضلوا يعني ما بينشفوا؟ يعني انا بملح ويت وايبس مع ثلاث صبيان وتنظيف وبراتيك بالسياره تحت التابروير يعني. على فكره فيك تنقي فيك تنقي تابروير صغير او بما انك حكيت على الموضوع فيكم تجيبوا الرولو تبع المطبخ بيبقى كمان سميك شوي هي مهم تكون الكلينكس سميكه بتقصوها بالنص فيها تنحط بكيس فيك ما تحمل التابروير بتقصوها بالنص وبتعملوا زي الشيء اللي عملناه وبعدين عم بيسألوا إذا فيك تعمل حفاضات لا ما بتصور بكرة مرتة تانية وبيطلع لك من التويلت بيطلع لك ويت وايبس من الطريقة يلي هيدي البابي تواليت ام بي بي هيدا دارج كتير صار لا دارج لا عن جد في الرولو في الرولو ام بي بي ولا مزبوط هلا لشو رح ننتقل؟ هلا كمان شغلة تالتة كلنا كتير بنستعملها وبنات أكتر شي بحطوها بجزئين وحتى الصبيان يعني بعرف كتير ناس كتير مهووسين نظافة يلي هن الهانجل الهانجل كمان حبيب عدقاية طالع عليهم كمان شوية صيت انه فيهم كتير كيميكلز وكتير بس بيقتلوا دايما 99.99 من البكتيريا هل 0.01 شو هي؟ البكتيريا ميتانت يمكن شي يلي ما بتموت هلا هو الهانجل لازم يكون فيه 60% الكول كرمال تيقتل البكتيريا ومزبوط انه بيقتل البكتيريا منا مش مزبوطه منا وهم شو بتعملوا بتجيبوا الكول عادي يلي سبيرتو بنسميه نحن بنحط ما رح تساع هون رح اعملها بالكبيه وشوف قد ايه بتساع الكول معروف انه بينشف كثير الايدين مشان هيك دائما مع الكول بيخلطوا جليسيرين صرت تعرف مع الوقت الجليسيرين عاده بتلاقوه بكل شيء في كريمات بكل شيء في فيكم تخلطوا جليسيرين فيكم تخلطوا حيلا كريم انتم بتحبوه بالبيت بس الألكول. مهم نتفت هلا مع اللي هي زيتها مش مشكل بيطلع فيها شويه شامبو بيطلع فيها شويه شامبو لا بس بتنظف اكثر لا ما بتعلق الشامبو على ايدك هلا في شغله تانية يلي بحب وكلنا طبعا بنفضل الروايح في زيوت موجوده بالسوق ويل اسانس اسانس اي اسانس بارفومي بتجيبوا بتنقطوا نقطتين على الايد ما تكتروا منه لانه ممكن يعملوا الرجي للايد هلا انا شو حطيت انا حطيت كانال قرفه ليه لانه القرفه معروفه انه فيها مواد مطهره بس تحطوا قرفه فيها هي انتيسيبتيك يعني بتطهر وبتقتل البكتيريا بتعملوا الخلطه بصير جيل يعني بس بعده مي بعده مي بس على القليل صح اذا بنزيد الجليسيرين فوالا فيكم تزيدوا هي دائما ثلث جليسيرين او كريم بثلثين الكول نعم فينا نعمله جل للشعر يعني اذا زدنا بارت الثاني بعمل لك جل للشعر فينا نعمل جل للشعر مختبر مفيد اي اذا بدك فينا تلفزيون فينا نعمل تلفزيون على فكره بعدهم الجليسيرين تحت مشان هيك بتلاقيها بعدها مي يعني بعدها ما انخلطت مزبوط ويلي ابدا ما بده الكول في طريقه كثير مزبوطه بتحطه بس كبيه مي في كتير ناس ما بيحبوا يحطوا الكول على ايديهم كبية مي وبس بس كانال اساس الكانال بيطهر الكانال معروف انه بيطهر أوكي. يلي ما بيحب ابدا يستعمل هذا سانز الكول هيدي سانز الكول 100% وكمان انتيسيبتيك وبتطهر اكيد اللي فيها الكول بتقتل بكتيريا اكثر يعني ناس شو بدي اقول لك اكثر من انه اليوم كل الحلقه افاده شكرا كثير نانسي رح توعدينا رح تحطيهم كلهم هون على فيسبوك لحتى المشاهدين يشوفوه اذا بتحبوا اكيد اذا انتم حابين تشوفوا كل مختبر مفيد على فيسبوك على صفحتنا من الاخر